واحد. السلام عليكم متتبعين قناه الطبخ مع عز العبدي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم في صحه جيده وفي احسن الاحوال كيف ديما. كنشكر جميع الاخوان والاخوات من ارض الوطن وخارج ارض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه، الله يحفظكم ويضمن لكم ويسر اموركم كاملين بدون استثناء. والعبدي جا وجاب، واللي ما جاب ما تردوا عليه جواب. كيف ديما نهار جديد وفيديو جديد. النصف في رمضان اليوم، 15 في رمضان، يعني راني فطرت وساليت. والمهم تحت الطلب ديال واحد العديد من الاخوات وواحد الاخت بالضبط اللي هي كتلح، بغات قالت لك الطريقه ديال عجينه المخمار، المهم بسطيله الدراوش، مخمار معمر بطريقه زوينه وصحيه تنفعكم تنفع وليداتكم. كي كنقول لكم دائما الاطباق اذواق، الاطباق اذواق ومذاقات، كل واحد يزوق الطاوله ديالته الرمضانيه على قدو وعلى قد العائله اللي هما معاه وعلى قد جيبو. غير التبذير الله يجزيكم بخير، لا راه التبذير حرام، هذا هو اللي كاين. المهم حنا داكشي اللي كنفطروا منه واللي كتب الله كنخرجوا منه، ماشي بالشرط حتى غنصوروا لكم بلاطوات مثلا ولا قفوات هادو ديال هذا ولا هذا ديال هذا ولا ديال هذا، داكشي كيبقى ما بين الخلق مع الخالق، كيبقى مع الخلق مع الخالق اللي هو الله سبحانه وتعالى. وواحد النوع من لاصوب او من الشربه ديال القرعه الحمراء بواحد الطريقه اللي هي زوينه تنفعكم في حياتكم اليوميه، الناس اللي مراض مثلا، الناس اللي دايرين ريجيم، الناس اللي بزاف الحوايج، المهم حتى وليداتكم راه تنفعهم. وشنو ثاني؟ واحد الطاوه ديال او لاطه كنقولوا حنا، لاطه ديال الحوت، السرديل، لاطه ديال السرديل، مدينه اسفي معروفه بالسرديل وغنيه عن التعريف. المهم نتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم ومرحبا بكم، ونطلب الله ليا ولكم ولجميع المسلمين بالصحه والعافيه وطول العمر، واللي محتاج الله يوجد ليه، واللي مسجون الله يطلق سراحه، واللي حامله الله يفكو حالها بالخير، واللي بغات الوليدات الله يطلق حزامها، واللي في شي ضيقه الله يفاجئ عليه، واللي مريض الله يشافيه وقاعد بوسادو. وهادشي انتم تدعوا معنا وحنا ندعوا معكم، وحنا ندعوا جميعا مع بعضياتنا، والله يدير لنا ولكم التاويل ويدير لنا ولكم الطريق في الضيق ويحفظكم كما تحفظ الانسان بين سنان. ومرحبا بكم خوتنا المغاربه، وانا راه كنبقى عز العبدي منكم وليكم، ولد الشعب، بغيتوني راني ولد الشعب، ما بغيتونيش راه كنبقى ولد الشعب المغربي. مرحبا بكم. هنا دابا على بركه الله العصر دوا، سمعوا هنا اليوم ان شاء الله تحت الطلب العديد ديال الاخوات، مخمار معمر بطريقه باكم عزيز العبدي او اخوكم عزيز العبدي، محتاجين تقريبا واحد جوج ليفات ديال الفرينه، واحد زلافه ديال القمح. هنا عندي واحد الجزاره مشوره، جوج كورجيطات، هنا عندي الشعريه الصينيه، عندي شويه ديال الكفته ديال تلادان، ماشي ديال البقري وماشي ديال الغلمي، ديال تلادان نضربو الشمش من الغربال. هنا عندي واحد جوج بصلات خضاريات الروز ديالهم. هنا عندي العطريه ديال البسطيله، هذه عطريه ديال البسطيله كيف ما كتشاهدوا. هنا عندي شويه القزبر يابس، شويه بابريكا، شويه الكمون، الخرقوم بلدي، الابزار والسكنجبير، والزيت النباتي والزيت الزيتون بالطبيعه. بالنسبه للعجينه الملح والخميره كيف ما كتشاهدوا، العجينه راه كلشي كيعجن يعني راه معروفه. وبالنسبه للحشوه ان شاء الله انا غادي ندوز نوريكم اشنو غادي ندير ليها، وتابعونا ان شاء الله باش غادي نشارك معكم واحد الطاوه ديال الحوت او السرديل، وغنشارك معكم نوع من الشرب كيف ما كتشاهدوا. تحضيرات انا راه ود العصر دابا وجدت كل شيء، يعني كل شيء موجود عندي باش غنوض البوطه حدايا ما نتلفش. ومرحبا بكم. وهني دائما ناخذ مقيله وعلى نار مهيله،
ناخذ واحد القليل من الزيت النباتي ونضيفوا ليه البصله. هنا نشحروا او ندبلوا هاد البصيله ديالتنا واحد شويه. بعد ما عجننا العجينه هنا بعد ما دبلت هاد البصيله كيف ما كتشاهدوا، دابا ان شاء الله هنا غادي نضيف ليها هاد الكفته على حسب المتوفر عندكم. كتشدوها تفرتكوها مزيان وسط هاد البصيله، كنفرتكها مزيان. هنا كيف ما كتشاهدوا هنا دابا ان شاء الله باش غادي نضيف عليها هاد المكونات العطريه. وديما نقصوا العافيه باش المقيله ديالتكم او العطريه ديالتكم ما تحرقش. هنا ان شاء الله دابا باش غادي نضيفوا ليها الكورجير والجزر. ندبلوهم مزيان على واحد شويه ياخذوا داك اللوغو. هنا كيف ما كتشاهدوا بعد ما دبلات مزيان هنا غادي نضيف عليها واحد شويه العطريه ديال البسطيله. هنا كيف ما كتشاهدوا كتعطيها واحد النوع، هذه بسطيله ديال الدراوش، هذه بسطيله ديال الدراوش. ديما كنجيب لكم الحصري ونجيب لكم الفريد من نوعه. صافي راه نفس العطريه اللي درت هي اللي كاينه في العطريه ديال البسطيله، زايدين عليها ديك الملحه الصينيه وزايدين عليها الشعريه الصينيه مطحونه ورقه سيدنا موسى هي اللي كاينه. اما بنفس المكونات قزبر يابس الكمون الخرقوم بلدي سميتو شويه البزار الابيض هادشي اللي كاين. صافي هنا غادي نطفي عليها ونخليها تبرد. هنا بعد ما عجننا العجينه نخلو العجينه ديالتنا، انتوما شوفوا المخمار كيبغي العجينه تكون مطلوقه، هذا راه فيه الفرينه ديال البلاد. شوفوا الدقيق انتوما ربما كيبان لكم بنخالته فيه القمح والفرينه ديال البلاد. هنا ان شاء الله الفيغميساي هنا باش غادي نفوحها واحد شويه بهاد العطريه. واحد شويه ديال الملح واحد رشيشه. صافي باش غادي نخلطها على ديك المكونات اللي في المقله مع القليل من واحد شويه ديال الشحمه باش كيعطيها ليدام. هنا بالنسبه للمقيله راني طفيت عليها، هانتوما طفيت عليها علاش انا ما عزيزش عليا نحرق هاد الشحمه. الا دابت وعاودت دابت هي اصلا غادا تطيب. شوفوا الكفته ديال اللدان كتكون ناشفه، ثم بغيتو ديروها بالامكانيات ديالكم ديروها بكفته اللحم ديروها كفته الغلمي ديروها ما عنديش مشكل. المهم انا كنمشي مع الطريقه ديال الناس دراوش. هذه راه غير 20 درهم ديال الكفته، 20 درهم ديال الكفته قسمتها على جوج ما درتهاش كامله بحال درت 10 دراهم. صافي والجوده كتفرق عليا 10 درهم ديال الكفته معها خي زوا جوج كورجيطات. هنا انا خلطت هذيك الحشوه كامله خلطتها بيديا. صافي نخلطوها مزيان ونخلوها حتى تبرد. هنا ان شاء الله الوصفه الثانيه ديالتنا وهي الشوربه ديال القرعه الحمراء او القرع الاحمر. عندنا واحد البوروه كبيره واحد طريف من البصله خضريه قزبر والمعدنوس وعروشه من الكرافس، وعندي واحد كركوبه ديال بطاطا حاجتي فيها شويه الملح وشويه البزار. هادو هما المكونات. وهنا الكريمه الخاصه بالطبخ، وغادي نحتاج واحد القطره من الخل ديال الحامض والقليل من زيت الزيتون. هادو هما المكونات.
تبعونا ان شاء الله في الوصفه الثانيه ديالتنا ديال اليوم. هنا كي قلت لكم في الطنجره وعلى نار مهيله، ها نتوما كناخذ شويه ديال زيت الزيتون او الزيت النباتي ولا الزبده، المهم انا غادي ندير زيت الزيتون وغادي ندير الزبده حتى هي. هنا كنحاول ندوب هذيك الزبده في الزيت وناخذ البور ديالي ونشحرو مزيان ديما النار تكون ثقيله يعني مهيله تكون مقتوله البوطه. وراني كي كنقول لكم دائما والما يكون طيب حداكم، ها نتوما الما يكون طيب حداكم صافي نقليها وها نتوما معايا. هنا بعد ما كتدبل مزيان كنضيف ليها القليل من الملح والقليل من الفلفل الاسود. هنا دابا كناخذ هذه القرعه وكنقطعها على شكل مكعبات وكنضيف عليها. هنا صافي ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا باش غادي نضيف لهاد القرعه ديالتي الحمراء نشحرها واحد شوي ندوز نقطع القزبر والمعدنوس حتى هما والكرافس ونضيفهم عليه. هنا كيف ما كتشاهدوا هنا ان شاء الله هانتوما بعد ما طاب الماء صافي نمرق الكل ونخليه يطيب على نار مهيله. القرعه راه ما كتهش سميتو ما كتهش الطياب، نص كيلو ديال القرعه ما فتو، نص كيلو ديال القرعه وقليله حتى هي، المهم الماء الكافي اللي غادي تطيب فيه. نتلاقاو من بعد. هنا هانتوما بعد ما يعني طلقات لي العجينه راني قطعت قريصات على هذا الشكل الحجم اللي بغيتو نتوما، مخمار كبير او مخمار صغير، المهم انا غناخذو مخمار صغير. هنا كناخذ المخماره ديالتي بهذا الشكل بحال هكايا كنقرصها واحد شويه ما كنديرش وحده فوق وحده. ديما قرصوا الجناب يكونوا الجناب رقاق هنا لان غنعمروا بالحشوه وغنعاودوا نقرصوا. هنا بسم الله بالنسبه للحشوه هي هذه كيف ما كتشاهدوا، ها هي يا. بعد ما خصها تبرد ضروري خصها تبرد. هنا شوفوا باكم العبدي شوفوا الدريات هاي شدي بحال هك ديما جيبها بحال هكا طوي في الطيه ديال البسطيله ها هانت ديما ها ديما ها بحالو بحال غادي ديري لها كموسه كنقولوا حنا غادي ديري كميميسه. بحال هك كتشديها تلصقيها هكا هي الوص بحال هك. هنا تعاودي تلول بها بهذا الشكل صافي. هنا هي هذه شوفوا كيف كتجي وكنحطها هنايا كطرحوها بالشكل اللي بغيتو نتوما، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف صافي. وكنستمروا على العمليه حتى الاخير انتوما ديما كنقول لكم شحطوا الجناب ها شحطوا من الجناب لان الوسط. نعاود معكم واحده اخرى يا بسم الله يا فتاح يا رزاق يا مهول الارزاق. ها انتوما الدريات وابنات اليوم وابنات البارح الطريقه الثانيه شدي هك هاي ها انتي ردي بحال هك ها هادي راه طريقه حتى ديال المسمن الا بغيتي ديريهم مسمنات معمرين بغيتي ديريهم مسمنات معمرين ها
شتو؟ ولكن انا غادي نديرهم غير مخمارات، باكم العبدي بغاهم مخمارات. ها شتو؟ صافي وكنعاود نلولبهم بحالكم مزيان. كنضرب واحد الرشيشه هنا وكنقرصهم من الوسط باش ديك الحشوه تخرج ليا للجناب. في الاول كتكونوا كتقرصوا من الجناب، ودابا كتقرصوا من الوسط، وديما الكف اللي ما عدا كف تجي تسلفوا من عند بوها العبدي. الجينة ملي كتكون ناجحه كدير الفقاعات كتبان لك راها مفقعه. ها صافي صافي، هنا كنستمروا على العمليه. الحشوه هي هذه، الكريسات هما هادو اللي قرصناها هنا، كنغطوها تخمر كنرجعوا نخبزوها. دابا نرجع للوصفه الثالثه. بالنسبه للوصفه الثالثه وهي كالتالي، كيف ما كتشاهدوا غادي ندير لكم السرديل. السرديل يا السرديل يا معشوق الجماهير، السرديل كيلو ديال السرديل 260 ريال. بالنسبه للعطريه والمكونات، العطريه ديال الحوت، ورقه سيدنا موسى، الكمون، البزار يابس، الخرقوم بلدي، البزار، السكنجبير، والثومه بالطبيعه، وشويه تحميره، الملح على حسب الذوق، لان ما تكثروش الملح، الحوت كيكون مالح. وغنديروا الحامض، وهنا القزبر والمعدنوس ان شاء الله باش غادي نديروا الشرموله ديالتنا. انا غنديروا غير في الطاوه، انا غادي نديروا غير في الطاوه، هذه راه حاطه لتحتها. لا تصاحبوني غنحطها، راه كاين اللي شويه فهموا على قدو. نحيد هذه صافي. هذا بالنسبه ليها تحس منها راه ثوب، ماشي مهم. هذه حتى طاوه ديال الدجاج، هذه عندي طاوه ديال الدجاج. الزيتون مقطع، ومطيشه سوريز، وشي قريين ديال الفلفل، وفلفله حمراء ولا خضراء، هذا النوع هو خديته. المهم صافي، تابعونا ان شاء الله حنا باش غادي نجمعوا الشرموله ديالتنا. بغيتوا تضيفوا خيزو ضيفوه، ما بغيتوش بلاش. انا على البنيات، هما اللي باغي كندير بطاطا على قبل البنيات، خيزو ما عندي ما ندير به. وبالنسبه للشوربه ها انتم راه سيره كطيب. وهنا ما نساوش البطاطا، البطاطا الدور ديالها كتجمع لينا وكتوقف هاد الشوربه. باكم العبدي راه تالف ما دوش عليه، راه صايم ها انتم. كنشوف فيها حتى ولي كتبان لي محطوطه هنايا، قلت لي مراه نسيت سميتو، نسيت الشوربه. صافي ها انتم، ها الشوربه ديالتنا غير طيب ان شاء الله. وغادي نطحنوها يا بالماكينه ديال المطيشه ديال الكليد، يا بالروبو على حسب. المهم انا عندي الروبو وعندي حتى الماكينه الاخرى. هنا كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله، دابا العطريه باش غادي نجمعها. هنا كندهن شويه الزيت في هذا الاناء، هنا ورقه سيدنا موسى غادي نديرها من التحت. هنا هاد العويدات ديال الكرافس كيف ما كتشاهدوا اختياريين. هنا بالنسبه للعطريه، بسم الله على بركه الله، كنضيف واحد شويه ديال الزيت المائده ولا الزيت النباتي، كنضيف الثومه، كنضيف البابريكا، كنضيف القزبر والمعدنوس، كنضيف القليل من الملح، واحد العصره ديال الحامض. هنا عصره ديال الحامض كي قلت لكم، يا بالعصاره يا بيديكم، ما عندناش مشكل. البنه في اليدين، يدينا راه مغسولين الحمد لله، كلشي نقي. هنا بسم الله على بركه الله كيف ما كتشاهدوا، كنمزج هذه المكونات كامله. صافي، وغادي نعمر دوك الشريكات ديالي، غادي نعمرهم ان شاء الله. بالنسبه للشريكات راني غسلتهم من قبل، انتم عمارة عادية، بغيتوا تحكوا فيها واحد شوية البصلة ديروها، بغيتوا ديروا فيهم واحد النوع من، المهم انا داير فيهم العطرية ديال الحوت يعني محرحرين. ان شاء الله باش غنشارك معكم كويرات، هذه المرة غنشارك معكم كويرات بواحد التتبيلة اللي هي خطيرة. هنا كيف ما كتشاهدوا نعمرهم، وهنا معكم. هنا كيف ما كتشاهدوا تبلت الحوت ديالنا، هنا بقات لي واحد شويه ديال القامه. هنا كيف ما كتشاهدوا شللت هاد ديال البابريكا وديال الربيع، هنا باش غادي نضيفوا ليهم ان شاء الله. هنا
غادي نضيف عليهم هاد البطيطه، نشرملها مزيان، نلبسها في هاد العطيريه كيف ما كتشاهدوا، ونبدا نستف فيها هنايا. هنا كيف ما كتشاهدوا صافي، انا تبلت المقيله او اللاطه ديالتي كيف ما كتشاهدوا، هذه راه الدقيقه 99، المخمر راه سيخمر، الصوبه راه سايره كطيب يعني ساهله، او الشوربه الفرارة شاعلو باش غادي نرد فيها هذه الطاوه، وحفاظا على سلامتكم، وحتى الزيت راه داير كرون، يعني اي حاجه بغينا نديرو في ايدينا سبحان الله العظيم راه دارت كرون، اللهم التقار. صافي هانتوما، ان شاء الله غادي نقطع الفلفله ومطيشه سوريز نذوق بها حتى هيايا، وهانتوما معنا. هنا كيف ما كتشاهدوا الشكل النهائي ديالها، وهنا واحد القريين ديال الفلفله مرقد. هنا اللي بقى ليا في هاد الشرموله نضيفوا عليها من الفوق، ها ضفت لها طريفات ديال الحامض، كتعرفوا السردين او الحوت بصفه عامه كيبغي الحامض، كيبغي الحامض، كيقضي البوع الجهد ديالو، ما يضركم ما والو، بلا صوص صويا بلا صوص صوجه بلا حتى شي حاجه، داكشي راه كلشي عندي، ولكن انا المهم بغيتو طبيعي. هذا السمك الاسود بالنسبه للناس اللي ضارينهم الامعاء، ردوا بالكم الله يرضي عليكم، سيرتو القليان هو راه واعر، السمك الاسود بصفه عامه فيه كابايلا، فيه لانشو، وفيه السرديل، وحتى الشرن راه فيه جوج الماركات، ردوا بالكم منه. السمك الاسود ردوا بالكم منه، الحوت الابيض مرحبا، الحوت الاسود لا. وهذا دابا ندخلوه الفران، وهذه راه فرحتي جات من السكويله، وراه بنتي اليوم قرات ودوزت الامتحان، هاي دوزت الامتحان مزيان، جتي النتيجه الله يا بوكم، جتي ليا النتيجه باش نشري الطابليت، داير انا وبنتي الطابليت، وسي با الراح تربحي تربحي في الحي، شوفوا الرضا، اقول راني قريتها، الدراري الصغار ما يتقراو، اي كلشي من الفطره، كلشي من الفطره، الله يربحك بنيتي، الله يفيض خميرتك، الله ينقي الشوك من طريقك، الله يجعل ربي يسهل عليك وخويتك وولاد المسلمين كاملين، هاي حتى وليداتكم، العز بكم اخوتنا، نجي نخبز، هاي بعد ما، هاي، اسمها، يا البلا، ها، البلا شوفوا كيف جي، مالو ما يحمرش الوجه، بالشرط حنا تنديرو شي حاجة في الخيال، يلا مرحبا بكم. هنا غادي نغطي ب ورق سيلفيليزي او الورق ديال يعني اللي خاص بالطبخ، المطبخ كوزينه وكذا، والبابي الومنيوم، ونثقبوا من الفوق وندخلوا للفران. هنا باكم العبد انا رديت المقله ان شاء الله، غسلنا مقله، هذه المقله ديال وجده، هاي تبعوا لي الجرانيط وتبعوا لي الموضه وتبعوا الوقت راه حامضه، هاي الجرانيط غطيب، حيت بكري كانوا الناس راه العود والطين وكيطيبوا المخمر ويطيبوا كل شيء. هنا صافي هذه باش غادي نطفي عليها ان شاء الله، هي طابت، ارمي المخمر. هنا دابا ان شاء الله بعد المخمر، المخمر احنا طيبناه، راه هو تبارك الله، شوف هو طيبته، ولكن هانتم انا دابا غنرمي معكم وحده ضروري بعد ما تسخن، هذا رمضان كيخلي التصوير ماشي رمضان، رمضان الله يقبل، التصوير اللي كيخلي الروينه، هنا الروينه ديال رمضان. المهم هانتم كيف ما كتشاهدوا باكم العبد راه جمع الدنيا، هذا احنا غادي نطحنوها دابا المقراش باش غادي نردو اتاي عمر، المعينات هما تغسلوا الروينه تجمعات، كل حاجه رجعت لبلاصتها، واللي باقي ها هو باقي، بالنسبه للحوت راه هو سير كيطيب، ايوا صافي. هنا المخماره باش غادي نقلبها، شوف المخمار كيف كيجي، بالنسبه للمعمر راه ماشي بحال الاخضر الاخر، وريتكم كيفاش كديروا لي القاع ديال سميتو، ها كديروا لي المقراج،
باش كيطيبوا ليه هاد الجناب كاملين اللي كتحطوا عليه المقراج، كيطيبوا ليه دوك الجناب كاملين. هنا هانتوما الخبزة كتحمر كيف هاد الوجه كيف هاد الوجه، وكتجي خاوية من الوسط مع ديك الحشوة اللي هي فيها. هانتوما ما كتجي لا متقوبة لا حتى شي حاجة، تبعوا غير نصيحة باكم العبدي في الطياب، ومرحبا بكم على الدراري ديال الغربة والبنات اللي باقين يلاه حديثة الزواج. اما العيالات الكبارات راه ما شاء الله، والله الا كنحييكم حتى العيالات الكبار كيتواصلوا معايا كيقول لي يا العبدي راه حنا تعلمنا منك شحال من حاجه، انا راه الظروف ما ساعدتناش، ما كرهت حنا درنا شي ريستوكا ما بقينا ندورو نتلاوطو في الدواور، والنامس واحد عيط عليا بغى يتاوى معايا ملي قلت ليه القد والقد عدو 320 ديال الدجاج وضروبه اللهم صلك على رسول الله وربما غيزيد اللحم. الشيخ جايبهم ب 120,000 بالطياب عطاه 20,000، شوفوا التناقض 320 ديال الدجاج وضروبه وغيزيد اللحم. انا رميت وحده اخرى ديما مسحوا المقله، ديما واحد الشيفونه فازقه مسحوا بها المقله باش ما يجيش في هذاك الدقيق محروم. بالنسبه للمخمر اللي طاب هو هذا كيف ما كتشاهدوا هانتوما، هو كيف كيف وحاجة الله يقضي الله. ومرحبا بكم، ألف مرحبا خوتنا المغاربة. أما بقوا لي ثلاثة بحال طيبت تقريبا شي سبعة، هما ثلاثة وثلاثة ستة وحدة في المقلة. هنا كيف ما كتشاهدوا هنا ان شاء الله باش غادي نطحن بهذا الروبو كيف ما كتشاهدوا هذا. هنا كيف ما كتشاهدوا انا كملت الطحين ديالي دابا ديال الشربه. هانتوما كيف كتجي. هنا باش غادي نرجعها طيب واحد شويه ونزيد واحد شويه ديال الكريمه، واحد النقطه من هذا الخل ديال الحامض او العصير ديال الحامض، صافي ونقدموها. هنا بالنسبه كيف ما كتشاهدوا هذا النوع ديال الكريمه ديال الطبخ، غادي ناخذ منها واحد الكميه غير شويه تقريبا ماشي بزاف، وغادي نضيفها عليها كنقولوا حنا باش كتجمع وكترغيها. وفي نفس الوقت باكم العبدي نقابل مخمارتو. نسيت النعناع ملقم ما جاتوش، نعيط لسي محمد. صافي هنايا وفي اخر المطاف غادي ندير ليها واحد القطيره ديال الحامض. جربوها وردوا عليا الاخبار. وهنا نتلاقاو في طبق التقديم، ونتمنى الفيديوهات السابقه ولا لاحقه تنال اعجابكم وترضيكم اي راني صايم وشهر الغفران نتقدر هاد المجهودات، هاد المجهودات اللي كندير راه ما ساهلاش. بارطاجيونا بارطاجيونا وخا على المضاها شقر، الا ما كانش على وجهي انا الله يا ربي الله حرقتني، الا ما كانش على وجهي على وجه هاد المخيميره على وجه هاد المخيميره ما فيها ما يتلاح ما فيها ما يتلاح. يلا نتلاقاو في الميدا، مرحبا بكم. وهنا بعد ما سكت الاذان نتمنى الفطور ديالي ينال اعجابكم، يرضيكم يكون عند حسن الظن ديالكم، وتطبقوه الى عجبكم وجربوه. كيلو ديال السرديل انا وليداتي كافيني، المخيميرات كيف ما كتشاهدوا هما هادو. انا غنفتح معاكم
هنا كيف ما كتشاهدوا هانتوما بسطيلة الدراوش، هذه هي بسطيلة الدراوش. ومرحبا بكم، عواشركم مبروكة بالصحة والسلامة والهنا وطول العمر، وديما المانجو الليمون أو البرتقال والبراد ديالها تاهي ديما حاضر. وهاد راه هي دار باكم العبدي، ومرحبا بكم، مرحبا وألف مرحبا بالجميع.